أفادت المفوضية السامية للاجئين في تقرير لها أنها وجهت مساعدات إلى اللاجئين في المغرب بلغت أزيد من مليون دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية، انتفع بها 2563 لاجئا من ضمنهم 1615 لاجئ من إفريقيا جنوب الصحراء و648 لاجئا سوريا، مؤكدة أن المنح المقدمة في المملكة متعددة الأسباب بنسبة 60% و 31% لأسباب تعليمية و 9% لكسب العيش. أعداد المهاجرين في المغرب يبقى قليلا جدا بالمقارنة مع عدد السكان، إلى قارنا حتى بالدول المجاورة تونس أو الجزائر أو ليبيا كنوجدوا أنه ضعيف جدا، هو أقل من 0.1% يعني من عدد السكان، وهذا كيبقى رقم اللي هو ضعيف جدا. الازدياد هو مرتبط نسبيا، هذا الازدياد النسبي هو مرتبط فقط بتشديد المراقبة على الحدود بين المغرب وإسبانيا، واللي كتجعل أن واحد العديد ديال المهاجرين اللي هما كيعتبروا فقط بلد ديالنا بلد ديال العبور وكيلقاو رسوم أنهم مضطرين أنهم يبقوا فيه لمدة طويلة. وأبرزت مفوضية اللاجئين ضمن تقريرها أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب تضاعف تقريبا منذ عام 2019، إذ في ضوء جائحة كوفيد 19 ازداد عدد السكان الذين تهتم بهم بشكل سريع، وبين يناير 2020 وشتنبر 2022 تضاعف العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين لحماية المفوضية في المغرب بنسبة 45%، منتقلاً من 6757 إلى 9949، في حين أن إجمالي طالبي اللجوء تضاعف 3 مرات. بسبب تقاطر اللاجئين على البلد ديالنا المغرب، فتنظن أن البلد ديالنا معروف المغرب الحمد لله عالميا بأنه بلد الأمن والأمان، البلد اللي فاتح الباب ديالو لجميع الشعوب في العالم، بلد التسامح، بلد التعايش، بلد الاستقرار، وتنظن هذه الميزة تتميزنا وتتخلي عن اللاجئين أنهم يقصدوا هذه البلد ويجوا عندها المغرب. ويعتبر المغرب بلد عبور لا بلد استقرار لهذه الفئة من المهاجرين، حيث أن أعدادهم تشهد انخفاضا وارتفاعا بشكل متفاوت طيلة أيام السنة، الأمر الذي جعلهم ينتفعون بنسبة قليلة جدا من هذه المساعدات مقارنة بغيرهم في البلدان الأخرى. انتفع المهاجرون بالمغرب بمليون دولار من أصل 107 مليون دولار وجهتها المفوضية السامية للاجئين لعدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأسباب في ذلك عديدة في نظر مراقبين، إلا أن أبرزها تعود لعدم استقرار الوافدين بهذا البلد القريب من أوروبا. أبلام جبر، اليوم المغرب.